سنعود إلى اتحاد عنابة إذن، هذا الفريق العريق الذي رسم صعوده الرسمي إلى المحترف الثاني موبيليس، وهذا قبل نهاية البطولة بثلاث جولات كاملة بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف واحد على حساب هلال شلغوم العيد. وعمت فرحة عارمة لدى أنصار ولاعبي والطاقمي الفني والإداري للاتحاد بهذا الإنجاز الذي ترقبته الجماهير الكبيرة لاتحاد عنابة بمغادرة قسم الهواة والعودة للمحترف الثاني. ناصر قلال رصد التالي. الحمد لله، نظن اليوم الناس كلها فرحانه، ونشكر كل الناس يعني اللي ساهموا من بعيد ولا من قريب باش الفريق يعني حقق النتيجه هذه وعاود رجع ريكيبير الستاتيو دي بروفيسيونيل تاعو. الحمد لله كما يقول لك على الصعود، وهذا راجع الموسم كامل تعبنا وحطينا اليد في اليد وامنا في الفريق. جو بونس هادي اتحاد مدينه عنابه فريق اللي مال في اللعب في القسم الاول، وهذا درنا كما يقول لك ان با. احنا ان شاء الله لوبجيكتيف تاعنا باش نرجعوا ليكيب بريمير ديفيزيون. ما جاتناش بسهل بما يخفاش عليك، باش الناس تقول احنا حبيتنا اليوم فيكتوار مليح، ريزلتا مليحه للناس هذه باش تفرح.